تمام استاذ عبد الله، حضرتك اللي بعت لنا تمام. الصور دي. ايوه حضرتك، الاطفال عشان يذهبوا للمدارس بتاعتهم لازم يعدوا من شريط السكه الحديد والاطارات معديه، ده الملجأ الوحيد للاطفال دول. 5 مدارس او 4 مدارس يعدوا من على شريط السكه الحديد بدون تمام. اي كوبري. حضرتك وصف لي كوبري المشاهده فين اللي انتوا عايزينه؟ اللي احنا عايزينه من ميدان المحطه ليعدي عجبه النور والامل. يعدي ايه؟ يعدي عجبه النور والامل اللي هي عجبه الجبانه. تمام، من ميدان المحطه، من ميدان محطه القطر يعدي عجبه الجبانه. تمام، شكرا لحضرتك.